السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في عالم ملاك. الفيديو ديال اليوم رجعت لكم بالجزء الثاني ديال الفلوغ ديال نياغارا فولز، وغادي نشارك معكم هكا يعني العشية ديالنا فين قضيناها، وكذلك هنشارك معكم واحد الجولة قصيرة في واحد المحل اللي عزيز عليا بزاف، ونوريكم هكا البنات اللي سولوني من كناخد الكوكونيت اويل، ويعني بزاف ديال الحوايج اللي غنوريهم لكم في هذا الفيديو، وكذلك فاش رجعت للدار شنو حضرت لوليداتي شنو درت. فخليكم معايا الى بغيتوا تقضوا معايا هاد النصف يوم هذا، خليكم معايا وتابعوا الفيديو للاخر. وكما شفتوا غادي نبدا لكم هذا الفيديو هذا باش نكملوا يعني الجزء الاول ديالو. اللي ما شافش الجزء الاول ديال هذا الفيديو غادي نتركو لكم لتحت في صندوق الوصف، وكذلك غادي يظهر لكم على الشاشه. كنا غادي باش نمشيو لماريلاند. هاد ماريلاند فيه يعني مجموعه من الاسماك بحال مثلا الدلافين، وكيديروا عروض وكيديروا اشياء اللي هي رائعه ومميزه، ولكن مع الاسف مع كان كما شفتوا الجو فيه الشتاء بزاف، قالوا لنا ان العروض هذاك النهار توقفت بسبب الشتاء، فما قدرناش اننا ندخلو مع الاسف. ان شاء الله مره اخرى، ومع لقينا هذاك ساد ما بغيناش نرجعو يعني من دابا للمدينه ديالنا، فقلنا لما لا نمشيو ناخذو الوليدات لهذا المحل اللي هو رائع جدا، اللي هو مملكه الطيور. يعني فيه مجموعه من الطيور هكا الوليدات يستمتعوا، فيه شويه ديال الحيوانات، وفيه العديد والاشكال والانواع من الطيور الرائعة. فقلنا لما لا ناخذ الوليدات يشوفوهم، فراكو عارفين الوليدات كيعجبوهم بزاف يعني هاد الاماكن، وحتى حنا الكبار صراحة يعني واخا انا عندي فوبيا من الطيور، يعني الطيور كيعجبوني بزاف، ولكن اي حاجة هكا كما كنقولو حنا كتفرفر او كطير في السما عندي فوبيا بها، سورتو هكا يعني الطيور وكل ما هي كما قلت لكم اي حاجة واخا غير سرق الزيت كيطير في السما ما كنقدرلوش. يعني كما شفتوا هذا هو المحل، كانوا يعني بعض السلاحف اللي شفتوهم هكا مع الوليدات، كذلك كانوا يعني الحناش اللي تهما كنخافهم بزاف وما كنقدرش اصلا نشوف فيهم، يعني كانوا واحد جوج. كما شفتوا كاين هذا وكاين واحد كاين هذا فانا يعني كاع ما قربت لهمش، هنا غير راجلي اللي كان كيصور حيت انا كنخافهم، واخا غير كنشوفهم ما نقدرش نشوفهم. مهم اللي بحالي تخلي لي هذا الشيء في لي كومونتير، لان فريمون هذا الشيء انا واخا نشوفهم غير في المنام شي مرات نخاف، يعني ما نقدرش ونفيق مريضه داك النهار كيدوز عندي كحل، ما كنقدرش صراحه، يعني كل واحد وشنو دار فيه الله. صافي هنا مرينا باش نشوفوا المجموعه الرائعه ديال الطيور، يعني كاين واحد الطيور زوينين بزاف،
وهكا الوليدات استمتعوا، يعني الحمد لله ان وليداتي ما دايرينش بحالي نهائيا، ما عندهمش هاد الفوبيا باي حيوان، يعني اي حيوان كيخدشوا فيه كيقيسوه كيمشيو عنده كيبغوا يلعبوا معاه، يعني ما عندهمش كاع الخوف نهائيا الحمد لله. كنحمد الله ونشكره، لان ماشي مزيان هكا الواحد يكون عنده هكا يعني كيخاف من حيوانات اللي هي اليفه بحال هكا. يعني انا فوبيا صراحه عندي وكنتمنى انها تمشي بيا، ما كنبغيش يعني تبقى فيا. هنا كما شفتوا كاين مجموعه من الضفادع الغريبه العجيبه، هاد الضفادع اللي هي اصلها من امريكا، وكاين شفتوا كما شفتوا يعني في اللون الاسود واللون الازرق. وهنا غادي نمشيو نكتشفوا هذا المكان الرائع اكثر. فكما شفتوا جايه دايره بحال هكا بحال شي بنايه ودايرين فيها الطيور هادو، انا صراحه بقاو فيا لان بحال حابسينهم في شي دار، واخا يعني هي نورمالمون باش يجيو الناس يشوفوا الطيور ويكتشفوا يعني الطيور اللي هي جديده ومختلفه، ولكن يعني حابسينهم ساكن. غادي نخلي لكم شويه الاصوات باش تسمعوا صوت هذا المكان وتسمعوا الاصوات ديال الطيور. هنايا كاين يعني مجموعه من الببغاء، يعني هاد النوع ديال الطائر اللي رائع، وصراحه كيتكلم يعني فاش كتقولي له يعني سلام او لاي كلمه كيردها عليك، سورتو الا سمعك مزيان كيردها عليك. فصراحه يعني هادو كانوا زوينين، هاد الطيور عجبوني بزاف، عندهم الوان واشكال ديال الببغاء. وكاين طيور اول مره كنشوفهم بحال هاد الطائر هذا اللي داير شكله بحال الطاووس، وهو ماشي طاووس، يعني طائر اللي في شكل وشتو اللون ديالو شحال زوين وشكله زوين. كذلك كاين هاد الطيور هاد الجوج هادو اللي كانوا كيدابزو كما شتو. وها هو الطائر اللي وريته لكم قبيله، كما شفتوا داير بحال شكل سبحان الله زعما بحال شكل الطاووس، وهو ماشي طاووس فرائع كما شفتوا، هذا كان كيتمشى ويدور ومسوقش كاع، يعني مولفين بالناس، سورتو ان كيجيو بزاف الناس هنا يتفرجوا في هاد البلاصه هادي، زعما رائعه. ننصح اي وحده مشات لنياغرا فولز تاخذ وليداتها، سورتو الوليدات كيستمتعوا بزاف بهاد انواع الطيور، كيتعرفوا على طيور جديده كيشوفوا طيور جديده. فبالنسبه اللي غادي تسولني البنات اللي مقيمين هنا وبغاو يمشيو لنياغرا فولز او لا يجيو يعني من امريكا او لا يجيو من اي دوله وبغاو يمشيو لها، بالنسبه لهذا المكان هذا غنقول لكم الثمن ديالو، لان بزاف قلتوا لي ذكري الاثمنه ديال البلايص. فبالنسبه لهذا تقريبا كتخلص 14 دولار الواحد، والاطفال اللي قل من 5 سنوات ما كيخلصوش، بحال مثلا ولدي الصغير عنده 3 سنين ما خلصت عليه حتى شي حاجه، غير انا والزوج ديالي وبنتي اللي خلصنا 14 دولار للواحد وصافي. يعني هنايا انا درت ستوب للتصوير، يعني ما صورتش ليكم. ومن بعد من خرجنا كما شفتوا الشتا باقا كطيح، ودزت في الطريق الوينرز، يعني كان واحد وينرز في الطريق ودزت له باش هكا نشوف يعني بعض الاشياء اللي كنت محتاجاهم. فمشيت هنايا كما شفتوا السيكان، كنشوف عندهم سيكان اللي هما جدا رائعين وماركات مختلفه، راكو عارفين وينرز يعني فيه اشياء اللي هي رائعه وذو جوده عاليه. وانا مشيت عاوتاني للاحذيه لان كان خاصني واحد الحذاء، ومشيت نشوف يعني الاحذيه كانوا يعني بزاف ديال الاشكال، وكانوا يعني عده اختيارات اللي ممكن انا كتختاريهم، وكانوا دايرين كذلك تخفيضات هامه.
كذلك بغيت نوري البنات مين كناخد يعني مين كناخد الكوكونيت اويل الطبيعيه اللي كنستعملها للبشره ديالي والشعر ديالي، وممكن تستعملوها حتى في الاكل. فانا يعني اغلب الوقت كناخدها من وينرز، لان حسيت ان الكاليتي ديالها احسن من هذيك اللي كناخدها من وولمارت او لا اي محل اخر. فيعني هنايا كتاخذوها بثمن اللي هو مناسب، وكتكونوا ضامنين انها طبيعيه 100% والكاليتي ديالها الجوده ديالها زوينه بزاف. كذلك العسل الطبيعي، بزاف الناس اللي يسولوني على العسل الطبيعي مين كناخذو، اللي طبيعي 100% او كتحسوا به طبيعي، حتى فاش كتكونوا مرض هكا مجرحين او لا تاكلوه كتحسوا به انه طبيعي 100%، كيكون الثمن ديالو مناسب. كناخذو من وينرز، يعني راه كاين بزاف الماركات غير سيروا للجهه فين فيها الاكل، واخا هي يعني كتكون دائما ديك الجهه صغيره ما فيهاش بزاف لي شوا، ولكن عندهم حويجات زوينين ديال الاكل، وخصوصا حوايج اللي غادي تكونوا ضامنين انهم يكونوا طبيعيين. لقيت هاد الصنداله اللي عجبتني صراحه زوينه، ما كانوش عاملين فيها تخفيض، وكذلك هاد السبرديله اللي عجبتني لولدي لاكوست، وعيت ما نقلب النمره ديالو ما لقيتش، كانت باقيه غير هاد الوحيده هادي اللي زوينه صراحه والثمن ديالها كان مناسب، ولكن مع الاسف ما لقيتش النمره ديالو. فيعني هذا هو الديفو اللي في وينرز، انهم ما كيكونوش بزاف البياسات انت وزهرك، يعني لقيت النمره ديالك خصوصا في الاحذيه. كذلك مشيت لهذا البافيو هذا يعني الخاص بكل ما يتعلق الجمال، لي بارفان، الكريمات الى غير ذلك. فكما شفتوا هنايا لي بارفان عندهم الماركات، وكيكونوا بيعهم بواحد الثمن اللي هو ناقص بزاف يعني على الثمن الاصلي ديالهم، وهما يعني اصليين، يعني كل حاجه هنايا راها اصليه، وعندهم عده اشياء. مهم المحل راه كيعبر على راسو، هذا فقط يعني بغيت نوري لبزاف ديال البنات اللي كيكتبوا لي في الخاص وكيراسلوني وكيقولوا لي حنا جداد في كندا ما كيعرفوش من ياخذوا لي برودوي ديالهم ديال الماكياج او لاي حاجه. فكنصحكم بوينرز، يعني انا كناخذ بزاف ديال الحوايج هنا، وغادي تلقاو خصوصا البنات اللي يسولوني على الكوكونيت اويل، على الماسكات، على الالوفيرا، فحتى هو يعني موجود هنا طبيعي كما شفتوها هو، وكيعمل تقريبا شي 7 دولارات. فكاين بزاف عاوتاني وينرز معروفين بلي برودوي ديال ارغان المغربيه، زيت ارغان المغربيه كتلقاوها عندهم طبيعيه، الا بغيتوها تلقاوها هنايا، بزاف الناس سولوني عليها، اما تاخذوها من امازون او لا تاخذوها من وينرز. الا كان حداكم محل وينرز او لا تمشيو له، غادي تلقاو فيه زيت ارغان طبيعيه 100% اللي استعملوها البشره ديالكم. ها هي كما شفتوا قلت لكم هاد القريعه ب 10 دولار اللي زيت ارغان اللي هي طبيعيه 100%، يعني لي شامبو حتى هما ديال ارغان معروفين بها. كذلك بالنسبه للبيوتي لاندر او لهاد البونجا اللي كنديروا بها، يعني لو طان اللي كنخدموا بها لو طان في وجهنا، فهادي حتى هما عندهم الكاليتي زوينه والثمن ديالها كيكون رخيص، وكتقدروا تلقاوهم عاد منقصين فيهم في الاثمنه. كاين هاد الشامبو والبلسم ديالو ديال ارغان كما شفتوا راه الثمن ديالو غالي 24 دولار، وهنايا غادي تلقاو الفيتامين سي، غادي تلقاو زيت شجره الشاي، غادي تلقاو اي حاجه راكو تدوروا عليها تقلبوا عليها غادي تلقاوها هنايا، يعني كاين الزيت الاساسي ديال شجره الشاي، كاين يعني اي حاجه غادي تلقاوها، الماسك الاسود كذلك كاين هذاك الفحم اللي ممكن انكم تبيضوا به الاسنان ديالكم، كل شيء غادي تلقاوه هنايا. فيعني غير قلبوا، والاثمنه راه كتكون مناسبه جدا، لان هنايا عاوتاني راه كيتباعوا ماركات دو كاليتي وماركات اللي هما زوينين، وتلقاو عده ماركات وعندكم لي شوا تختاروا اي حاجه بغيتوا. فهذا يعني ماشي كندير لهم اشهار او لا شي حاجه، كتبقى غير كمعلومات للبنات اللي غادي يجيو جداد او لا جاو جداد، فكيعرفوا في الاول فين ياخذوا لي برودوي ديالهم، كلشي غتلقاوهم هنا. بالنسبه للكسوه ديالهم حتى هي الجوده ديالها زوينه، يعني انا مولفه كناخذ من عندهم
ديالهم سيكان زوينين كيبقى الثمن مرتفع، واخا يعني واخا كينقصوا فيهم ما كينقصوش بزاف الصراحه. يعني انا عمره ما تصادفت هنايا في دي سولد في لي ساك اللي زعما كانوا منقصين شي 50% او لا، ما كنتصادفش، ما عرفتش واش غير انا ولا حتى نتوما. فهنا نكون كملت، اكيد خديت يعني الاشياء اللي خاصيني. مع الاسف ما قدرتش نصور لكم شنو هما الاشياء اللي خديت، ربما نصورهم لكم في شي روتين اخر ان شاء الله. كما شفتوا هنايا من بعد ما رجعت للبيت، مع الاسف كانت يعني الكاميرا ديشارجات لي فما صورش لكم الطريق. رجعنا الحمد لله يعني بكري، كانت شي تقريبا 5:30 فاش دخلنا للدار. مباشره دخلت الوليدات للحمام لان مع داك الشتا اللي طاح علينا وداك الشيء كامل دخلتهم باش يترخاو دوشو، ومن بعد جلسوا هكا كيلعبوا في الايباد ديالهم، ومشيت انا كنحضر لهم يعني واحد الكوتي اللي سهل وسريع. غادي نحضر هنايا واحد الكوكيز اللي هو عائلي، يعني كوكيز اللي هو عائلي. فهاد الكوكيز ساهل ماهل، تقريبا انا كندير غير عيني ميزاني تقريبا واحد الكاس ديال السكر سنيده مع كاس ديال الزبده المذابه، كندير شويه ديال الفاني وكندير شويه ديال الملحه، وما تنساوش بيضه، بيضه اللي انا ضفتها من بعد يعني بيضه واحده، وتقريبا واحد الملعقه كبيره ديال خميره الحلويات او ما يعادل هكا ساشي ديال 6 غرام ديال خميره الحلويات. ومن بعد غادي نبقى نضيف الدقيق بالتدريج يعني حتى كيتحصل على خليط متماسك. كنبقى غاده وكنضيف كيما شفتوا هنايا، انا كاع رونت الدنيا ولكن ماشي مشكل لان كنت مزروبه وكنت عيانه لان شحال تمشينا كيما شفتوا عييت. ومن بعد يعني جبت هاد الشوكولا الخاصه بالكوكيز وضفت تقريبا واحد مقدار ديال الكوب وصافي. كما قلت لكم انا هاد الكوكيز كنديرو بطريقه عشوائيه، ممكن تعوضوا هادوك حبيبات الشوكولا بالزبيب او لا اللي هو العنب المجفف. فصافي غادي نبقى نضغط عليها بهذا الشكل هذا، وكما شفتوا كيجيني سهل انا كنخلط كل شيء في المول، يعني في المول اللي غادي ندخلو فيه الفران تما كنخلط المقادير، ما كنضلش نرون الدنيا اولا ندير في شي مول اخر. فصافي غادي ندخلو الفران على درجه حراره 180 درجه حتى يطيب، وغادي نحصل على كوكيزه كبيره بهذا الشكل هذا وحجم عائلي، وغادي نشربوا بها القهوه ديالنا. فانا درت لوليداتي الحليب، وحنايا يعني حضرنا قهوه لان كان الراس ديالنا كيوجعنا. راكو عارفين فاش كتخرجوا الراس، انا بعدا شخصيا انا والزوج ديالي فاش كنخرجوا ونطولوا في المشيه اولا نمشيو شي بلاصه بعيده فراسنا كيبقى يوجعنا. المهم ضروري من القهوه، يعني هنايا حضرت قهوه. وكما شفتوا هاد الكوكيز كنوريه لكم يعني كيجي خفيف خفيف وزوين بزاف، ننصحكم انكم تجربوه رائع. ولا بغيتوهم بعد يعني نعبر لكم المقادير بالتفصيل ونعطيكم لما لا فنعبر لكم. فهنا كما شفتوا هذيك الاثناء اللي كنا كنشربوا القهوه تقريبا كنقرب المغرب، جات واحد القنيه، شوفوا سبحان الله جات الجرده ديالنا وبقات هكا مسكينه رمينا لها الخبز وبقات كتاكل جيعانه. فهنا غادي يعني هنا كتلقاو في الطبيعه ديالهم سبحان الله، حتى القنيات هكا كيتمشاو كاينين بحالهم بحال السناجب سبحان الله، يعني كل بلاصه والطبيعه ديالها كيفاش عامله. فنتمنى ان هذا الفلوق ديال اليوم او الفيديو ديال اليوم يكون كان خفيف عليكم، حاولت ما امكن واخا كنت عيانه حتى رجعت للدار وحاولت انني نصور لكم بعض المقتطفات. استسمح اني ما قدرش نزيد نصور لكم اكثر. نتمنى انكم دائما تشجعوني بلي لايك ديالكم وتدعموني كذلك باش هكا نتشجع ننزل لكم فيديوهات اكثر. فما قبل ما نسالي الفيديو ما ننساش نقول لكم بلي
اللي جبت لكم دي كود برومو اللي غادي تلقاوهم لتحت في صندوق الوصف من الموقع الاسيوي بانغود. فعطاوكم المتابعات ديالي يعني دي كود برومو او تخفيضات في عدة اشياء عندهم في الموقع، يعني اللي كانت حابة مثلا تاخد شي حاجة من الاحسن تكليكي يعني في الرابط لتحت وتدخل هذاك الكود برومو باش هكا ينقصوا لك يعني اما 25% او لا، يعني كيكون واحد نسبة ديال التخفيض الا دخلتي هذاك الكود. هذه على حسب الناس اللي بغاو مثلا ياخدوا شي حاجة او كانوا باغين ياخدوا شي حاجة وكانوا باغين يستفدوا بشي تخفيض. فالروابط غادي دائما تلقاوهم لتحت في صندوق الوصف، ففي كل فيديو غادي نحطو غادي تبقاو تلقاو هذوك الروابط هذوك بالتخفيضات. اي حاجة بغيتوها غادي يكون عليها تخفيض اللي هو مهم جدا. فنقول لكم مع السلامة ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المجي. يلا باي باي.